بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا عارف أن النص ده بعضكم حافظه والباقي كله عارفه بالشبه، إنما أنا النص ده حاسس أنه أكتر نص هيلمع قدامنا في اليوم الأخير، لأنه على بساطة النص اللي قاله المسيح ده هو ده المقياس الأول لدخول الناس السماء. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ تخيلوا المنظر بقى، المسيح جاي في مجده على السحاب حواليه ملائكة وحواليه قديسين، حينئذ يجلس على كرسي مجده، منظر عجيب وعظيم وبهي، ويجتمع أمامه جميع الشعوب كل البشر، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء. على فكرة احنا عشان ما عندناش خبرة ما عرفش اميز الخروف عن الجدي، بس الراعي على طول بنظرة عينه يعرف الفرق. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيب الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: حق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تؤوني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبون هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ سيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. ممكن أسأل سؤال قبل ما أوعظ؟ حد لاحظ تكرار حاجة معينة في النص؟ هي الأنواع، أنواع الخدمات. كلمة مريض جت 3 مرات، كلمة محبوس أو مسجون 3 مرات، كلمة جعان 3 مرات، لأنه لو تلاحظوا هي اتقالت أول مرة اللي عملوها، وتاني مرة اللي ما عملوهاش، ثم تعليق المسيح 3 مرة فذكرهم 3 مرة. ليه المسيح عمل كده؟ تصور المسيح بيحكي حكاية. طبعا هي الطريقة دي مناسبة جدا للبسطاء، لأن هي من أول باراجراف هي كأنها 3 مقاطع القصة. القطعة الأولى دول شاطرين عشان عملوا، دول مش شاطرين عشان ما عملوش، وبعدين المسيح يقول النتيجة النهائية عشان دول طلعوا شاطرين. فطبعا الطريقة دي اللي هي فيها نوع من التكرار تناسب الأطفال والبسطاء، وإحنا كلنا الحمد لله بسطاء. لكن ليه كرر؟ لو بصيتوا للنص كلمة جعان، عطشان، غريب، عريان، مريض، محبوس، تقريبا عدها 3 مرات. ليه تفتكروا؟ عشان هو ده اللي ربنا عاوزنا ننتبه له. مفروض بعد 3 مرة هو عمال يقول لك غريب، عطشان، محبوس، مريض، تلقط بقى، عينك تلقط بقى لما تلاقي مريض تفتكر ده 3 مرات يجيب سيرته، ده 3 مرات يجيب سيرة المحبوس، لسه بيعدي عليك ولا كأنه موجود. يبقى التكرار أحيانا يكون مفيد في فكرة خلي بالك بقى، دول يعتبروا مفاتيح السماء. ما تلاقي واحد جعان ده مفتاح متزيت وحلو كده تحطه يفتح السماء، لما تلاقي واحد عطشان ده مفتاح، تلاقي واحد محبوس ده مفتاح، عندك سلسلة مفاتيح كلها مفتحة على السماء، بس انت حتى مش عاوز تمسكها في ايدك وتستخدمها وتفتح بيها السماء.
هل عمل الرحمة يلغي الإيمان والأسرار؟ إحنا بقى عندنا مفهوم آبائي استلمناه من آبائنا القديسين، ما تاخدش نص في الكتاب وتتجاهل بقية النصوص. هنا المسيح ما كانش بيركز على قضية الإيمان والفداء والمعمودية، هو بيركز على فكرة العامل بالمحب. سلوكك كإنسان مخلص لله لازم يكون في الرحمة. إذن الإيمان بالمسيح والملكوت ما تلغاش خالص في الفقرة دي، لأنه لسه بيقول يا مبارك أبي، يبقى دول مؤمنين بالآب ودول مؤمنين بالمسيح، بدليل بيقول أنا اللي كنت في دول وانتوا عملتوا معايا كده، يبقى في علاقة بينهم وبين المسيح. لعل البعض يتصور أنه لو عمل الرحمة بس وهو مش متعمد أو مش بيتوب أو مش بيتناول أو مش مؤمن بالمسيح هيدخل السماء؟ لا، ده ما لغاش ده، لكن ده السلوك الطبيعي ليك لو انت انسان مسيحي تحب ربنا. واضحة؟ عشان ما نبقاش برضو بناخد راس القبة ونجري كده يعني. ده ما بيلغيش ده. اللي أكد الفكرة يا جماعة ان نفس الاصحاح ده بدأ بمثل العذارى الحكيمات. الاصحاح ده عارفين معاده امتى؟ ده بيتقري الاصحاح ده في ثلاث البصخ. الاصحاح ده كله بيتقري ضمن قراءات ثلاث البصخ، يعني بين حد الزعف وبين خميس العهد، ده موقعه في حياة المسيح، حوارات المسيح في الأسبوع ده. فاليوم ده بالذات يوم الثلاث بتاع البصخة بيتقري فيه كل الإصحاح ده. فهو بدأ بمثل العذارى الحكيمات ووراها مثل الوزنات وختمها بموضوع الجعان والعطشان. طب بصوا للعذارى، العذارى بيقول مفهوم تاني، في انتظار للعريس يبقى في توقع للقيامة، والعريس هو المسيح يبقى في إيمان بالمسيح، وفي جهاد روحي اسمه صلاة، وفي الزيت اللي هو الروح القدس، يبقى كل ده قبل ما ندخل على موضوع الرحم. الوزنات معناها ايه؟ الخدمة ورسالتك في الحياة، تجرت بيها ولا لا، عشان محدش ياخد مفهوم ويسيب مفاهيم اخرى. نفس الكلام نقوله بطريقة تانية، لما الانسان بيتعمد والروح القدس يدخل قلبه، الروح القدس يثمر محبة، ثمر الروح محبة. فالطبيعي للإنسان المسيحي أنه يحب الناس، التلقائي بتاعه يرجع يبقى طفل يتعاطف يصعب عليه الناس. والطبيعي الإنسان بعيد عن ربنا أنه يتجاهل كل الناس باحتياجاته، ما بيشوفهمش. فكل ما تتناول وانت بتصلي مظبوط هتلاقي قلبك زاد في الرحم، ده الطبيعي. عشان كده لو واحد بيتناول وما عندوش رحمة يبقى اكيد التناول بتاعه ده كان عليه علامة استفهام، مش الغلطة في ابونا طبعا، يعني هو داخل بدون استحقاق. لكن لو بيصلي وتائب طبيعي يطلع من القداس عاوز يطلع اللي في جيبه، عاوز يحب الناس كلها. كلمة كنت بقى اللي قالها المسيح بإلحاح، كنت مريضا، كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت. اول رسالة عاوز اقولها لكم، مش مفروض ان احنا نستنى الناس دول يمدوا ايديهم او يدوروا عليهم، مش احنا اللي عاوزين نروح السماء؟ مش كده؟ يبقى المفروض نعمل ايه؟ احنا اللي ندور عليهم. الحقيقة احنا مش محتاجين ندور عليهم من كتر ما هم متاحين، ومع هذا بقول المفروض ندور عليهم. يعني الصح بتاعها قوي لو انت مدرك يعني ايه ان السماء الابدية كلها مرتبطة بالناس دي، لو السبع فئات دول هم دول اللي هيدخلوك السماء، ما تدور. ليه يوم يفوت منك ما تعملش حاجة من دول من السبعة؟ لازم، يا اكلت حد، يا شربت حد، يا ضيفت حد، يا زرت حد، يا خدمت حد، ليه يوم يعدي يعني؟ ما هم كتار وكتار قوي. إذن أول قضية لازم نبحث عن المحتاجين. لكن طول ما احنا عايشين كل واحد في برجه العاجي، بيروح يفتح التلاجة وياكل ويقعد قدام التلفزيون، انت عمال تتهدر في حياتك وبتضيع فرص دخولك السماء. انت أناني لأنك قاعد مرتاح وفي واحد متعذب في نفس اللحظة، ومجهود قليل تقدر تخفف عنه مش بمجهود كبير. كلكم فاهمين كده، في أكل مركون لغاية ما بيبوظ، طب ما اللي مركون ده كان في ناس جعانة، وفي بدل البطانية اتنين وتلاتة، بس في واحد بردان، وفي دواء بيتركن لغاية ما يبقى إكسبايرد، بس في واحد بيموت من قلته،
وفي واحد زهقان لانه مش لاقي حد يسأل عليه، وحضرتك زهقان من كتر الرفاهية، طب روح له حتى حط زهق على زهقه، تلاقي نفسك ايه؟ لا مش هتزهقوا بعض، هتريحوا بعض. كمان اللي فاهم كده، اللي فاهم ان الناس دول الفئات دي طريقنا للسماء مش هيكروة الخدمة. احنا كتير مننا لما يجي يعمل خير او يعمل رحمة يعملها بطراطيف صوابعه، يكرمش كده حاجة يعني 5 جنيه عشان يريح ضميره، يبقى انت مش فاهم ان دي سكتك للسماء، ده باسبور، دي الفيزا بتاعتك لدخول السماء. المفروض لما تخدم الفئات دي تخدمها على اكمل وجه، يعني لما تزور انسان خلي الزيارة فيها ذمة، يعني اعملها كما يجب، شوف احتياجاته بجد. لو لقيت واحد جعان ما تدلوش لقمة وخلاص، المسيح يوم ما لقى الناس جعانة أكلهم وفاض عنهم، لما هم الغلابة دول فضل عنهم الكسر. إذا واضح إن الوليمة كانت بزيادة، يبقى دي طريقتنا في التفكير في المحتاجين، ما يصحش مع المحتاجين نقطر عليهم، لأنك أنت بتقطر عليهم المفتاح بتاع السماء معصلك ممكن ما يفتحش. من يزرع بالشح بالشح يحصد، تضمنش النتيجة. كمان كنت معناها كنت جوعانا و و و و فكرة المبادرة. المبادرة يعني ايه؟ ما تستناش واحد يطلب منك، ما تستناش مريض يقول لك ما بتسألش عليا ليه، ارفع انت السماعة وقول له ينفع اجيلك. ما تستناش، في ناس كتيرة يصعب عليها انها تمد ايديها وتطلب، وفي ناس مش طالبة فلوس، في ناس طالبة اهتمام. طيب انت لما بتستنى الحقيقة انت ضيعت 3/4 الشغلة، لانك قالوا لك انت فين ما بتجيش ليه. لكن لما انت اللي تبادر وتدور على الغلبان وتدور على المريض وتدور على المحبوس، المبادرة دي هي دي اللي تخليك فعلا ماشي في سكة السماء صح، طالما هم دول اللي بيحددوا مصيرك الابدي. يبقى الحقيقة الشغلة دي أهم شغلة في العمر كله، يعني احنا ورانا أشغال ورانا مجاملات ورانا صحة ورانا، بس الحقيقة الموضوع ده في رأيي بعد ما بتعمدنا وبنحب ربنا أخطر موضوع، لأنه في الآخر حسب كلام المسيح، وده لا يمكن يطلع إلا صادق فيه، هو اللي هيحدد المصير. في تعبير كده سماه زمان كليماندوس الكبير، القديس كليمنت والقديس يوحنا ذهبي الفم، المسيح الفقير. يعني ايه؟ ان المسيح هو اللي الفقير. طبعا هنا معناها ايه؟ هل بتقدر تحاول تشوف المسيح في الناس دول؟ لان التعبير اللي قاله ربنا اصعب واحد فيهم على فكرة المسجون. انا لما بروح السجن طبعا المساجين مش كلهم اخلاقهم الطف حاجة يعني، بس الآية بتفضل في دماغي طول ما أنا في السجن، كنت مسجونا. طب مسجون يا رب، دول عاملين بلاوي، تبقى أنت كنت مسجونا إزاي؟ يعني أنت ما ينفعش تعمل عملة فتتسجن. إنما هو مش بيبص سبب دخوله السجن، هو في حالة السجن بكل قسوتها، فقال أنا بقى مسجون، بغض النظر بقى سبب دخوله السجن، ما تبصش على دي، أنت بتبص على قسوة الظروف بس، ما تبصش على مريضك منه كان مهمل في حياته فبقى مريض. الله مش قضية انك تحاسبه على اهماله دلوقتي، هو دلوقتي ايه؟ مريض متألم. فبص على المسيح الفقير. على فكرة المسيح كان فقير واختار ان ينتمي في حياته للفئة دي. طبعا ما ينفعش يمرض، ما ينفعش، بس اتسجن. هو اتسجن طبعا ليلة على الاقل قبل، اتحاكم في ظروف سجن يعني لغاية ما اتصلب. لكن جاع طبعا، جاع وعطش كتير، وكان غريب. كان بيلف في البلاد وليس له اين يسند رأسه. المسيح ساعات كان ينام في الجبل وينام في مركب. اذا هو ده الغربة والجوع والعطش والسجن، ده كل. هو مين محتاج مين؟ كتير مننا لما بنيجي نخدم الناس دول عقليا بيتهيأ لي انه هو محتاجني، اصلا انا معايا فلوس فهساعده، او محتاجني نفسيا عشان انا هسأل عليه وحكي معاه وهو وحيد. بس الحقيقة انا اللي محتاجه،
لو فكرتوها صح. انا اللي محتاجه ليه؟ لان هو ده اللي هيقف يقول لربنا فلان خدمني، وده اصله قريب للمسيح لدرجة المسيح قال اخوتي، اخوتي الاصاغر سماهم اخواتي. فطبعا لما واحد يكون من اخوات المسيح يقول له فلان على فكرة جالي زيارة، فطبعا ايه ليك واسطة دلوقتي. يا ريت تبقى واسطتكم الفقراء، او واسطتكم المرضى، او واسطتكم خلي عندكم واسطة، بس الواسطة مش مكلفة. يبقى انا اللي محتاج ده، محتاج دول اللي يشفعوا فيا، بنفس التعبير اللي قاله ربنا يسوع في مثل وكيل الظلم لما قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. خلي لك اصحاب من الفئه دي. يا ترى كام واحد جعان محطوط في لستة اصحابك؟ لو فتحت موبايلك وطلعت الليستة هتلاقي كام واحد منهم مريض بتسأل عليه، وكم واحد غلبان بتهتم بيه. دول اهم ناس في الليست، في اسمائك على الموبايل. في ناس كتيرة قوي بس دول مش هينفعوك في السماء. هتلاقي انك ممكن ما عندكش اسمين تلاتة. طبعا لو ما عندوش موبايل ده موضوع تاني، بس انا اقصد هي فكرة دول في دماغك مكانهم ايه. من هنا يجي السؤال الفلسفي ساعات، هو طب ليه ربنا طيب سايب في الدنيا الفئات دي؟ مش ربنا بحنين؟ ليه سايب فقراء؟ ليه سايب مرضى؟ ببساطة كده لأن هم دول المفاتيح اللي بيها احنا ندخل السماء. طب ده ظلم عليهم؟ لا، مفتاحهم هم أسهل. لو كل واحد من دول رضي بحاله وشكر ربنا على الغلب اللي في حياته مع الإيمان والمعمودية هيدخل السماء. عشان كده دخولهم هم أسهل، هم دورهم او سكتهم اسهل، لان اللي ظروفه قاسيه او المجرب بشده، مجرد اتكاله على ربنا زي قصه لعازر والغني. لعازر ما عملش خدمه ولا فضائل، لكن احتمل، احتماله مع الشكر دخله السماء. هو مجرد صبره على الامه يقتني نفسه، بصبركم تقتنون انفسكم. انما احنا مطلوب مننا اكتر. اذا الناس دول موجودين، دي معادله حكيمه جدا من ربنا، انه يسيب كميه الام في الدنيا. المتالمين طريقهم للسماء قصير، والمرتاحين طريقهم للسماء اطول. بس المتالمين طريق المرتاحين، فانت محتاجه، وربنا سايب لك الناس دي في حياتك عشان بيهم توصل للسماء. لو فكرت في كده هتلاقي هتعيد حساباتك تماما في كل علاقاتك. هتلاقي انك مضيع وقتك مع ناس ما يفرقوش خالص في الاخر، والوقت القليل جدا رايح لناس هم اللي هيفرقوا جدا في الاخر، لان هم دول اللي هيشفعوا فيك. ازاي الواحد يقدر يشوف المسيح في الناس دي؟ عاوزة صلاة بقى، وعاوزة ريكولينج للكلام ده، تستعيده بقى كل شوية ما تتعامل لازم الآيات دي ترن في ودانك. عشان كده كان بيلح وبيكرر. عاوز صلاة، يا رب ساعدني أشوفك في الناس دول، بالذات وانتوا بتنزلوا خدمة العشوائيات مثلا لازم تصلوا. الناس دول فيهم المسيح، المريض اللي انت هتدخله ده في ربنا، أو ربنا قال انت جاي لي أنا زيارة. طيب يبقى العتب على النظر، انت محتاج تصلي عشان عينك تشوف. ولما تصلي كويس وتفتكر اللي قاله ربنا هيتغرس فيك الإحساس بعظمة اللحظة دي وقيمة الشخص ده. فأنت مطالب أنك تغذي روحك بالمعنى، لأن لا تتعامل في الآخر زي العالم كله ما بيتعامل. دول اسمهم الفقراء، على فكرة الكتاب ما كانش يسميهم الفقراء، قديس بولس أطلق عليهم خدمة القديسين، والمسيح سماهم إخواتي. فحتى كلمة الفقراء طبعا بتتقال أحيانا عشان نفهم بنتكلم في إيه، بس الإنجيل ما بيقولش عليهم الفقراء، بيقول عليهم إما القديسين أو بيسميهم إخوات المسيح. طب ده يعني اللقبين يعني يشرفوا جدا، ياريتنا كلنا قديسين وياريتنا كلنا محسوبين إخوات. فأنت لو فكرت فيها، وده انكلودينج المرضى، خلي بالكم، لأن المريض ممكن يبقى معاه فلوس بس موجوع متألم، فالألم بتاعه يحطه في الليستة دي. ليه الناس بتمتنع عن عمل الرحمة؟
بالرغم انه لو انسان طبيعي حتى مفروض يبقى حاسس انه ممكن في يوم من الايام يبقى زي فلان. ما احنا كلنا كان ممكن نبقى الفقراء دول او المساجين دول او المرضى دول، عادي كان ممكن جدا نبقى زينا زيهم. هي ربنا ادانا ظروف وصلتنا الحياة افضل شوي، لكن الحياة ياما في الحبس مظاليم، والمرض ما بيعرفش شباب ولا كبار، والفقر برضه بيدخل من الشباك ومن الباب في اي وقت. الناس زي ما انت قلت بقى في الحوار الاولاني ده بتمتنع عن عمل الرحمة اولا في رأيي بسبب المشغولية والطمع. اول حاجة معطلانا عن ان احنا نركز قوي في الفئات دي ان انا مشغول على نفسي، دماغي شغالة لأحلامي انا وطموحاتي، برنامجي انا، عاوز انا ايه، مركزي ايه، اسمي ايه، فلوسي ايه. فانا طول ما انا مركز مع نفسي مش شايفه بيعدي قدامي، هو ده يمر امامي فلا ارى، تعبير قاله ايوب، بيعدي قدامي بس ما شفتوش. بس ده كان المسيح اللي عدى، ده كان المسيح مريض اللي عدى، ده كان المسيح. انا مرة الحقيقة كان في واحد يعني كنت رايح له زيارة واجلتها وسافر السنة، حسيت بمرارة شديدة اني ضيعت فرصة اني ما لحقتش ازوره، لانها انا اللي خسرت، هو راح السما بس انا ما لحقتش اخد بركته. مفروض نفكر كده واحسن من كده. عشان كده اليوم اللي بتبقى عندك فرصة تنزل للفقراء وما تنزلش، انت لا مؤاخذة مش عارف اقول ايه، خسرة، كفاية كلمة خسرة، ماشي، خسرت كتير. هو اللي غلبان مش خسران، مش ممكن ربنا هيسيبه جعان يعني، لكن انت خسرت. تاني سبب الكبرياء والانانية. في ناس عندها انانية، تركيز على النفس ومعها كبرياء كمان، يعني ايه، مش عاوز اوسخ نفسي، مش عاوز ادخل الشوارع دي، مش عاوز اطلع السلم ده، مش عاوز اشم الريحة دي، مش عاوز اقعد على الكرسي ده، مش عاوز اعيش العيشة دي ولو حتى نص ساعة. انت مش هتعيش على طول، ده انت مش طايق نص ساعة وهم عايشينها على طول. طب حطها كده، مش دي قسوة دي؟ طب ده انت كان ممكن تعيشها على طول، مش صعب ابدا ان تتبدل المواقع وتبقى انت الفقير على طول او المسجون على طول، مش صعب ابدا. الناس بتمتنع عن عمل الرحمة لانها مش مقدرة الوصية ده المسيح قايلها كذا مرة، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، وتحب قريبك كنفسك. يعني كل ده بيوصل لنفس المفهوم، انما احنا الوصية مش شغلاني، مش بتزن عليا، فطبعا مش بعملها. نمتنع عن عمل الرحمة لما بنقعد نمشي ورا الناس، الناس مش بتاعت كده، الناس بقى عاوزة تقول هنتعشى فين، هنتفرج على الفيلم انهي، يلا نحكي في السياسة، طب الشغل فيه مشاكل، ناكل نشتم في بعض. فاحنا ماشيين على هوى الناس اللي الفئات دي اساسا مهملة مرمية ورا ظهرها، طبعا لان العالم وضع في الشرير كله ضلمة. طب انت تمشي في الضلمة ليه؟ ما انت فاهم الصح. تعبير جميل قاله ربنا يسوع، قال الرحمة تفتخر على الحكم، قاله في يعقوب 2. لو انتوا فاكرين يعقوب 2 ده بتاع المحاباة وبتاع ايه كمان، وبتاع الايمان. فقال لان الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. يعني لما تيجي تقول له كرحمتك يا رب يقول لك نو. تصور ممكن يحصل كده، تبقى انت بتصلي وكرحمتك يا، تلاقي الاجابة من السماء لا لا، احنا متفقناش على كده، احنا بنقول اللي احنا وخلاص. لا، ممكن يجي لك الاجابة لا. ليه؟ عشان انت ما رحمتش اخوك، ما احنا متفقين. كرياليسون بتقف مفعولها بسببك، هي كرياليسون تشتغل لما تكون بترحم اخوك، لكن كرياليسون وقفت عطلت، ان شاء الله تقولها 500 مرة لانك مش راضي ترحم اخوك. الرحمة تفتخر على الحكم، يعني ايه؟ بدل ما تحكم بالحق والعدل، او يا اخي خليك رحيم، انت ماسك له على الغلطة ليه؟ ده انت لو مسكولك على الغلط مش هتتشرك خالص. فالرحمة تفتخر على الحكم، يعني اعمل رحمة اكتر ما تمشي
تحكم على الناس. أغلب الناس ماشية تحكم، وقليل من الناس ماشية ترحم. فهمتوا المفارق؟ الحكم هنا مقصود به إنك ماشي في محكمة، عايشين كلنا في محكمة بنحاسب بعض على تصرفاتنا. بس ربنا مش شايف كده خالص، وهو الحاكم الحقيقي والديان مش راضي يشتغل الشغلة بتاعته، عمال يشتغل رحيم، وإحنا أولى بالرحمة دي. الرحمة تفتخر على الحكم، يعني خليك سخي، اللي انت بتعمله مع اللي حواليك هيرجع لك، ولو ما رجعلكش هنا يرجع لك هناك. خليك سخي في غفرانك للناس، في سؤالك على الناس، في تعاطفك مع الناس، في إحساسك بالناس. خليك سخي، خليك حنين، سامح واعذر واستر، ودي تاني، ودي فرص وفرصة تاني وتالت، ما حصلش حاجة ما انت بتاخد كتير. ادي اكتر من الاحتياج شوية. كان البابا شنودة الله ينيح روحه عنده المبدأ ده، لما كان يتقدم له دايما الطلب، ويبقى اللي مقدم الطلب يعني ايه مستعد يكون الطلب ب5000، يعني لو سيدنا طلع 3 كتر خير. لازم يدي اكتر من الطلب، بعد ما يدرس الطلب لازم يعطي اكثر من الطلب، لانه بيقلد ربنا اكثر مما نظن او نفتكر. تلمس الاعذار. مشكلتنا بقى انه ايه، احنا يعني ينزل معانا ناس خدام مثلا، جماعه الحبايب القديسين دول، يقول لك مالهم قاعدين كده مش عاوزين لا شغله ولا مشغله. طب بالراحه شوي، احنا مش منزلينك عشان تقول الناس دي مش عاوزه تشتغل، احنا بنقول الناس دول غلاب، خلينا نشجعهم على الشغل، بس ما تدخلش تنقد وتحكم وبس. ما هو اللي وصلهم انه قلة شغل، الجهل على الفقر، على حاجات كتيرة وصلتهم لكده، فاشتغل على الحاجات دي، شيل الاسباب، لكن ما تقعدش غسل ايدك كده ورجل على رجل وعمال تقول اصلهم مش بتوع شغل، اصلهم مش عارف مش نضاف، اصلهم كذابين. دول اللي هيدخلونا السماء، ما تساعدهم يطلعوا من كذب وقلة النظافة والحاجات دي. ادي باحترام وسرور. لو ادركت ان الغلبان ده راس مالك، الحياة مش هتعامله باحتقار، هتعامله باحترام وهتتكلم عنه بأدب. ودي غلطة مشهورة حتى احنا الكهنة صدقوني ممكن نقع فيها، لان ساعات بيبقى اسلوبهم مش ألطف حاجة، ما حدش علمهم الاتيكيت، ما حدش علمهم الذوق، فاهمين الفكرة؟ بس الحقيقة هو ده المهم، أهم من البهوات المفروض. فالمفروض إن أنا أسمعه وأحترمه وأحتمله، لأنه حقه عليا كده. الملك يعد لكم، تعبير بقى المسيح له المجد، قال رثوا الملك المعد لكم. معنى ده جميل قوي، يعني إيه؟ يعني وأنت بتعمل الحاجات دي ربنا يسوع شغال لحسابك في السماء. تصور أنت متفق مع مقاول بيعمل لك مش عارف فيلا في التجمع مثلا، ماشي، وطبعا المفروض ان كل فلوسك اللي بتكسبها رايحة لسعادة المقاول اللي عمال يحضر لك الفيلا، وانت عمال تشتغل مع الفقراء والمرضى، تجاوز انا اقول عمال تدفع تمن الفيلا بس اللي في السماء، مش بالمعنى الحرفي، محدش يفهمها بشكل حرفي، لكن ملك يعد لك، انت بتحضر ابديتك بحبك للغلابة والمرضى، بتحضر. يعد لك هذا الملك. عشان كده بتعبير تاني المسيح قال اكنزوا كنوز في السماء. هي دي بقى كنزك، هو كمية الرحمة اللي في حياتك وكمية الصلاة اللي في حياتك، ده الكنز الحقيقي. وهناك ده كنز ما بيتسرقش وما بيفسدش، ما بتضيعش قيمته أبدا. الكنز ده كما هو مكتوب بطريقة تاني، جابها من المزمور القديس بولس، فرق في اللغة القديمة بعدها نقطة، يعني فرق somebody، فرق شخص ما، فرق يعني كل حاجة عنده كان بيوزعها نقطة. أعطى المساكين، ده تفسير لكلمة فرق، ماشي، نقطة تاني. النتيجة إيه؟ بره يبقى إلى الأبد. لأن الآية دي لو ما تقريتش صح ما تتفهمش. فرق لازم تسكت بعدها، أعطى المساكين تسكت تاني. النتيجة بره يبقى إلى الأبد، الذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للأكل،
سيقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يعني جرب توزع هتلاقي بذرة بتاعت الزرع والأكل بيزيد بيفيض. يعني حتى في الدنيا مش ممكن وانت بتعمل خير كتير تفتقر، مش هيحصل. يعني حتى ده مش معقول، مش ما تخافش منه خالص. طب افرض طلعت نص فلوسك مش هتحتاج، مش ممكن، لأنه سيقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. أنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظلة الأبدية. عشان نكمل صورة الموضوع، يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا مفاتيح للسماء، مفتاح اسمه الجعان او العطشان او العريان او الغريب او المريض او المحبوس. في حد تاني؟ ستة. وانت بتتعامل المسجون المحبوس لازم يبقى عندك حكمة. ليه؟ الحكمة، اول حكمة انك تدرس الاحتياج. ليه؟ أزمة من الأزمات يا جماعة إن إحنا ضمائرنا بتتخدر لما بنطلع 50 جنيه أو 100 جنيه وتصورنا إن إحنا عملنا اللي علينا. هو الحقيقة المشكلة ما خلصتش. أنت عارف كويس قوي إن دي ما سدتش أي احتياج. عارفين دي بشبهها بإيه؟ زي واحد مريض سخن جدا جبت له قرص أنتيبيوتيك. في حاجة اسمها كده؟ يمكن فيه يعني، بس أنا مفروض فيه كورس أنتيبيوتيك. هو القرص ده أنقذه؟ لا. فالحقيقة احنا عندنا غلطة مشهورة، لأننا مش بندرس بقى احتياج الفئة اللي أنا بخدمها. المريض ده مش محتاج بس يتسأل عليه، محتاج اطمن انه بيتعالج مظبوط، محتاج اطمن انه تايب وقريب لربنا ومستعد للسماء، محتاج ان انا اقدم له حب قبل ما يمشي، حتى لو مش في ايدي اي حاجة اعملها غير كده. الفقير مش محتاج اللقمة بس، محتاج نجهزه للسماء ونعرفه يعيش ازاي ويكسب قوته ازاي. يبقى الحكمة في دراسة الاحتياج. انما الحلول السطحية اللي اغلبنا او اغلب المؤسسات الخيرية بتعملها هي حلول غير حكيمة، هي تخدير للضمائر. لكن لو انا بخاف عليه بجد، بحبه بجد، الموضوع مش كلمتين وبس، لازم افكر جذريا حياته تتبدل ازاي. الحكمة كمان في الاولويات. بمعنى، طب انت عندك امكانيات قد كده وعندك احتياجات قد كده، طب لازم هتضطر تفكر مين الاولى، اعمل ايه الاول. ده مش بخل، انت خلاص مستعد تدي كل طاقتك وامكانياتك للفئات دي، المرضى وغيرهم. طب بس لازم ترتبها، ايه اللي تبتدي بيه وايه اللي تأجله، لانه في حاجات قبل من حاجات. حكمة الحل الجذري، يمكن دي قريبة لدراسة الاحتياج. لكن الحل الجذري معناه ان انا اتعامل زي السامري الصالح، ما حطش الدهانات على الرجل اللي بيموت وسابه ويمشي، لانه ده اجل موته بس، انما خده على حمارته وراح بيه المستشفى ودفع فلوس واتفق على علاجه، فطلع ان الحل جذري. لكن كان ممكن ضميريا يقعد جنبه يطيب خاطره ويمشي. من الحكمة كمان ان احنا نشتغل مع بعض عشان نسد احتياجات كمية الفقراء والغرب والمرضى والمساجين اللي في العالم. مفيش حد يعملها لوحده، يبقى انت محتاج كل الناس. حقيقة انت مش محتاجهم، هم محتاجين يخدموا. انت لما بتجيب خادم ينتبه لخدمة المرضى او الغرب او الفقراء، انت اديت له هدية عمره. انا منساش خادم قال لي كده، قال لي انا مديون لفلان لانه جابني اخدم. اللي عمله معايا ده اغلى هدية في حياتي كلها، لانه خلاني اخدم الفقر. واحد فهمها مظبوط، فعرف ان اللي دعاه لخدمة الفقر ده اداله اكبر هدية في عمره، لانه باصص على السم. حكمة المتابعة، ان احنا نحتاج لما نبتدي نراجع، هو الشخص ماشي كويس؟ هو الشخص دخل الكنيسة؟ هو الإنسان ده ابتدى يعيش وقف على رجليه؟ ولا خلاص ضميريا أنا مرتاح سألت؟ طب ما هو لسه لازم أتابع للآخر. حكمة الحل العملي. الحل العملي يعني إيه؟ زي ما قالها القديس يعقوب 2 كده، قال لهم أحدكم امضي بسلام
استدفئ واشبع. ما تلاقي اتنين كده ايه عريانين وجعانين، اللي هي بالظبط يحنن او على الله، مش حاجات كده اللي بيعملوها دي. هو الحقيقة ده انت قلت له ايه؟ روح الدفة. يعني ايه؟ يعني ايه روح الدفة؟ ما انت لازم تدي له حاجة يتدفى بيها. فهنا القديس يعقوب بيكلم كلام عملي جدا، فبيقول لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. أختم وأقول إيه بقى؟ أعماله لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. بمعنى وإحنا بنخدم كل الفئات دي، خلينا نتعلم من المسيح حاجة مهمة أوي. ربنا يسوع يشفق على المرضى ويشفق على الجعانين، يتعاطف يأكل ويعالج، بس ما غابش عنه أبدا الهدف الأسمى وهو الأبدية. افرض الشخص خف بس ما تعبش، افرض الشخص كل بس لسه مكمل في شره، لا خليك حكيم بقى. هو محتاج احتياج هو مش داريان بيه، احتياجه للمسيح، احتياجه للتوبة. ده احتياج هو مش عارف يقوله، هو مش داريان انه عاوز ده، هو مش عارف ان هو ده اعلى احتياج عنده. مفروض تبقى انت داريان بده. فيبقى تشتغل مع ربنا لا للطعام الباقي بل للطعام البائد. وده الفرق الكبير قوي بين خدمة الكنائس وبين خدمات الدنيا المبنية على عمل الخير. نحترمها جدا، بس البعد الأبدي مش في دماغهم. بعد التوبة والعلاقة بالمسيح مش هيجي في حساباتهم. يكفي ان الناس تتعالج، ويكفي ان الناس تاكل وتشرب وتعيش حياة كريمة، بس الحياة الكريمة دي هتخلص. بعدها في ايه بقى؟ هو ده اللي بيشغلنا برضو. فمش مفروض ان احنا ننسى البعد الابدي. ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص. يعني ايه؟ هتصور ان انت فعلا معكش اي امكانيات ورايح لناس جعانة. هو انت كمان جعان لكن لسه عندك حاجة تديها له، على الأقل كلمة ربنا. فحسب تكون إمكانياتنا المادية بتسبق عطاءاتنا الروحية. ده بيعطل كتير من الناس من التوبة. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أقول لكم في مجتمعنا مصر الجديدة بالذات كلنا مش بنعمل الآية دي، لأن كلمة كل اكتفاء أخطيت، يعني إحنا عدناها بشوية. عندنا اكتفاء بزيادة عادة مهما كانت الظروف. لا، عندنا سراير وعندنا بيوت وعندنا قرشين وفي البنك فيه. مفروض نعمل إيه كلنا؟ نزداد في كل عمل صالح. يعني يبقى تركيزك بدل عندك الاكتفاء كل تركيزك رايح عاوز أزود العمل الصالح. يبقى إذا كنت بتخدم مريض تخدم 10، بتزور فقير تزور 50. إنما إحنا مش بنعمل كده، إحنا واقفين في العمل الصالح في حدود وعمالين نزود في بند الاكتفاء. طب ما هو اسمه اكتفاء، فاهمين الفكرة؟ يعني عمالين بنتعب ونشتغل أكتر عشان الألف تبقى 2000، بس هو في لغة المسيح الألف تكفي. وطبعا ربنا فيه الكفاية. يعني إيه؟ لو قلت بكرة في رد، لا تهتموا بالغد، بكرة ما أنا معاك بكرة. وانت يعني كنت جعت؟ ما انا معاك. اذا واضح ان احنا كلنا قدام الاية دي هنسائل احنا ليه مش بنزود العمل الصالح ونحن لا نكتفى. غريبا فآويتموني، لا تنسوا اضافة الغرباء. بها اضاف اناس ملائكة. من الخدمات الصعبة في الزمن ده اضافة الغرباء، بنخاف منها لكن لازم تتحط في دماغنا ولو بدرجة. لما بترشد انسان غريب تايه يروح فين، دي حاجة كويسة برضه انك يعني تساعده. احكي لكم حكاية حصلت مع اولادنا في احد الارساليات في افريقيا، اتقلبت بيهم العربية. ربنا نجاهم طلعوا كلهم سلام، بس في نص الليل وفي منطقة مهجورة وبلد افريقية وحاجة رعب، لقوا بيت طلع منه راجل ومراته اجانب، استضافوهم سابوا لهم البيت لما عرفوا ان دول شباب الكنيسة، وحطوا لهم كل الاكل وعملوا لهم كل حاجة ممكن تتعمل. فواحد منهم قال لي اول مرة افهم يعني ايه قيمة اضافة الغرباء، هما ما يعرفوناش واحنا في بلاد ملهاش امان. انما بمنتهى التلقائية
عملوا خدمة وبسخاء، يعني لما شافوا العربية مقلوبة ولما شافوا الظروف، لا لا كانوا أسخياء جدا في عطاء. فأولادنا شافوا حاجة كان ربنا بيعلمهم درس، انه وانتوا في اخر الدنيا انا ببعت لكم ملائكة برضو يضيفوكم. اختم واقول الكم والكيف، احذر انك تكون وانت بتعمل رحمة يهمك بس الكمية، لا خلي الكواليتي كمان، نوع الخدمة خليه يفرق معك. لما تدي هدوم ادي هدوم نظيفة لو سمحت، ولما تعمل اكل للفقراء اعمل احلى اكل، ما تستخسرش ابدا في الفقير. اقول لك استخسر في الغني لانه عنده كتير، مش هيحصل حاجة، عنده كتير، لكن الفقير اعمل له احلى حاجة. عدد الزيارات وشكل الزيارة، عدد العطايا ونوع العطية، وانت بتزق الناس زقهم وانت فرحان ان هم جايين يشاركوا في الطريق الملوكي، يسموه الطريق الملوكي للملك المعد، يعني خدمة الناس دول الطريق للسماء لإلهنا كل مجد وكرم.